على سيادتها ومصالحها الوطنية وتقاليدها وثقافتها، وتتعزز المراكز الاقتصادية والسياسية، وكل ذلك سيكون أساسا للتطور مستدام للعالم، وكذلك سيكون حلا للمشاكل الاقتصادية والتقنية وغيرها. ومع ذلك في معظم أنحاء العالم تشتعل بؤر التوتر والأزمات، وكل من يقوم بذلك سوف يحاول قدما في الحصول على المنفعة له، ويجبر الدول على الخضوع والركوع لأن الاستعمار الجديد. إن أعضاء الناتو يحاولون تعزيز قدراتهم الدفاعية والهجومية وكذلك يقومون باستخدام الوسائل العسكرية وغير العسكرية للضغط، وكذلك يقومون بتقويض كل المعاهدات والمنظومات للحد من نشر الأسلحة. والولايات المتحدة كذلك تقوم بنفس الشيء، وإن استراتيجية المحيطين الهادي والهندي خير دليلا على ذلك. هناك تكامل للقوى في الناتو من خلال اتحاد أوكوس الذي يجذب الكثير من الدول، وكل هذه التهديدات لها خاصيتها وكلها ناتجة من المغامرات الجيوسياسية وكذلك التصرفات الاستعمارية الجديدة للغرب، ففي منطقة الصحراء والساحل وفي مالي وغيرها من الدول أصبحت تحت تهديد الإرهاب بشكل مباشر بعد أن قام أعضاء الناتو بالهجوم والغزو على ليبيا. والسياسة صب الزيت على النار تظهر في أوكرانيا كذلك، حيث يتم دعم النظام النازي من خلال تأجيجه بالسلاح وكذلك بالعتاد والعداد والمرتزقة، ويرغبون بجذب وإقحام دول أخرى في هذه الأزمة للحد من هذه الأزمات، وكذلك تمكين التعاون والثقة بين الدول وتعزيز التطور. فقط يمكن أن يكون من خلال توحيد جهود المجتمع الدولي. نحن نبقى مع بناء العالم متعدد الأقطاب القائم على احترام الدول وكذلك على الصبغة البناءة.